كيف ما قلتي ما بقيت نجاوب حتى واحد وما بقيت وليت هادئه وما بقيت كنعطي حتى شي واحد قيمه لانه فريمون قبل كنت كنعطي قيمه لما لا قيمه له دائما تنقولها مي لا فامي ديالي والفانس ديالي قالوا لي الا حنا كتحبينا وكتحبي غزال دونك ما بقيت تجاوبي حتى شي واحد لانه كتعطيه قيمه لهذا قررت انه ما نبقى نجاوب حتى شي واحد وفعلا اكتشفت انه ملي كنت كنعطيهم ملي كنت كنجاوبهم كنت كنعطيهم قيمه تهضروا عليهم الصحافه تهضروا عليهم كيتعطاهم اهتمام والان ملي ما جاوبت على مجموعه ديال المواضيع بحال ما كانوش بحال ما هضرت حتى واحد ما تعطاتهمش اهميه المواضيع اللي كانت قبل في السوشيال ميديا في المدرسه تتلقايها انداترات ما بقى حتى تهضر عليها وهذا شيء كيفرحني صراحه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب.